جيتوا للفرقه الوطنيه باش تستمع للشكايه اللي حطيتوا عند وكيل جلاله الملك بالدار البيضاء؟ اولا بعدا ما غاديش لان الاعراف والتقاليد ديال المنظمه ما يمكنش لي ندوز قدام الاستاذ الا بالاذن ديالو. هو خصو يجاوب السيد الرئيس ماشي الوكيل الملك، الوكيل العام. الوكيل العام هذه جنايه ديال كتدخل في اطار اختصاص ديال جريمه الاموال، وبعد ما تفضل السيد سقراط رئيس المجلس الوطني يعطى الكلمه لي غادي نخلي لي هو اكثر انه هو اللي يتقدم بهذه الكلمه هذه، لاننا في اطار الاعراف كبر بيا نكبر به. لا كاين مشكل، ما كاين مشكل. حضورنا اليوم بعدا اولا تم استدعاء المنظمه المغربيه لحمايه المال العام من طرف الفرقه الوطنيه للشرطه القضائيه التي احيل اليها الملف من النيابه العامه الاستنافيه الدار البيضاء من اجل الاستماع لنا كطرف مشتكي، كطرف اللي وضع شكايه في مواجهه رئيس الجماعه ديال مولاي عبد الله والبرلماني ديال الاقليم الجديده، رفقه مجموعه من المشتكى بهم المفترض انهم متورطين في اختلاس المال العام وتبديده واستغلال النفوذ وغسيل الاموال ومجموعه من التهم الجنائيه الثقيله اللي اليوم الفرقه الوطنيه تتبحث فيها. وحنا جينا اليوم مجموعه برزمه من المعطيات من الوثائق من المعلومات اضافه الى تقرير المرفق، تقرير ديال وزاره الداخليه المفتشيه العامه لوزاره الداخليه، ثم كذلك جينا من اجل امداد وتعميق البحث في الشكايه اللي وضعنا، وكاين اطراف اخرى جديده تم اضافتها للملف ومعطيات اخرى جديده كذلك اللي فيها وثائق رسميه لتثبت صحه ما نقول في شكايتنا في مواجهه كل مختلسي ناهبين المال العام. وحنا من خلال منابركم تلتمسوا من السيد الوكيل العام اغلاق الحدود في مواجهه هذا المشتكين، ثم كذلك تفعيل مسطره العقل، لانه لا مدينا الفرقه الوطنيه بوثيقه رسميه صادره عن الخزينه، صادره عن اداره معينه لتثبت صرف ديال ما يزيد على مليار ابان كورونا. وهنا من هذا المنبر، هل يعقل ان يتم صرف اموال لجمعيات رياضيه والحال انه كنا نعيش في ظروف استثنائيه صحيه ديال الحجر الصحي؟ سيد سقراط انا تنتسائل من خلال منابركم والراي العام، الناس كانت في كورونا، كانت في الموت، كانت في الازمه، كانت في المغاربه، السلطات العموميه ملكا وشعبا وجميع المؤسسات جندت لمواجهه كورونا، و2020 صدر راه مدينا وثائق موقع فيها الخازن الاقليمي ديال الجديده، موقع فيها رئيس الجماعه وصارفين الفلوس ومرطين فيها مجموعه من الجمعيات. ومن هذا المنبر انه كاين واحد سوبرمان ديال واحد الجمعيه اللي تياخذ مليار كان عاطل من المعطلين تصبح بين عشيه وضحاها من الناس اللي عندهم ثروات، ثم كذلك تنشوفوا بانه وجب تفعيل مسطرات، لانه احنا كمنظمه مغربيه حمايه المال العام وضعنا شكايه في مواجهه هاد المشتكى بهم في مجموعه من التهم بينها غسيل الاموال، الاموال المتحصل عليها من جريمه من جنايه او من مال عام او خاص، يعني الفصل واضح. ولكن احنا تنقولوا هذا ملتمس ترفعوا للسيد الوكيل العام، وتنقولوا بان وجب تفعيل مسطره العقل ديال الممتلكات ديال كل من تبت تورطه. هذه من جهه، من جهه ثانيه اليوم كان استقبال المنظمه من طرف الفرقه الوطنيه، بالفعل احنا امام مؤسسه، امام بنايه اللي بالفعل تستحق هذه المؤسسه، ناس عندهم خبره، ناس متميزين، كان استقبال جد رائع، استقبال يطبعه روح الوطنيه والجديه، البحث شاف طريقته اللي كان خصو يمشي فيها، كانت مجموعه من الاسئله، مجموعه من الوثائق، مجموعه من المعطيات مدينا بهم، الفرقه الوطنيه مشكوره،
ثم كذلك مجموعة من الأشياء اللي ننتظر. احنا ما بغيناش من أجل الحفاظ على سرية البحث ما يمكنش لي نعطيكم أكثر من هذا الشيء، لأنه كاين معطيات. سبق لنا طرحنا واحد الموضوع ديال حجية الصرف البارح، واليوم راه المشتكى بهم تيتجاراو وتيقلبوا على الفاكتورات باش يجيستيفيو. والحال أنه التقرير لما جاء حلوا المفتشين العامون لوزارة الداخلية المقر الجماعة أثناء عملية التفتيش، لم يعثروا ولم يتلقوا أي وثيقة تثبت حجية وصرف، واخا يجيبوا واخا يبحثوا على. ومن هذا المبرر أنا قلنا أنه باقي تنقولوا، وقلنا أنه هذوك الفاكتورات اللي غادي يقدروا يتجاوبوا مفترض أنهم يقلبوا عليهم، غنطعنوا في يعني في الصحة ديالهم، لأنه ما واش بالفعل هذوك الفاكتورات علاش ما كانوش يبان المفتشين، علاش دابا غادي تيقلبوا لهم. مجموعه من المعطيات، مجموعه من الافعال اللي احنا ما يمكنش لينا نعطيكم التفاصيل. اطار الصرف، واش بالفعل الجماعه ديال مولاي عبد الله صرفات ما يفوق 115 مليار في هاد 9 سنين؟ انا نقول لك واحد القضيه، انا مقيد، شوف انا مقيد بالتقرير ديال المفتشين، ما نقدرش نعطيك ميزانيه او رقم لغدا. انا غنولي مع رئيس الجماعه في التشهير وفي ادعاءات وفي بيانات كاذبه وفي امور اخرى. انا بقى معايا في اطار التقرير، في اطار الوثائق اللي عندنا، الارقام اللي عندنا. وجب هاد الناس، وجب تسليط سلطه القانون في مواجهتهم كل صراحه. الناس راه ملهيين في كورونا، الناس تموت وانت تتصرف. كانت شي كوره اللي عاطيهم 50 مليون، كاينه شي دار الطالبه ديك الساعه خدامين عامرين عاطيهم 100، كاين شي موسم دار شي موسم اللي عاطينهم 50 مليون، كاين شي نقل مدرسي ابان كورونا عاطيه 350. هذه وثائق ماشي كلام، وثائق رسميه مقعه كاين الصرف لايس خارجه شي ديال تريزور، وثيقه رسميه. وبالتالي كاين اطراف، انا ما غنقولش لك، انا تنحترم المؤسسات، تنحترم الدور ديالي، تنحترم الدور ديال المنظمه، الدور ديال النيابه العامه، الدور ديال الضابطه القضائيه. الملف عند الفرقه الوطنيه لها كامل الصلاحيه. احنا عطينا مجموعه، ما يمكنش نعطيك تفاصيل، ما يمكنش نعطيك معطيات اللي غدا المتهمين يمشيو يبدلوهم في ارض الواقع. ما نعطيك، خلينا الفرقه الوطنيه والناس اللي تيديروا شغالاتهم. وانا يعني خلاصه القول اننا كنا في ضيافه ناس اللي عندهم ما يقولوا، وناس عارفين شغالاتهم وتيحقهم يعني، وتيبحثوا في امور عندهم خبره. وهذو هما المؤسسات اللي تدافع على بلادنا، واللي غير اللي يشرفوا يكونوا بحال هاد الناس. احنا كمجتمع مدني دورنا تيتحد الى حدود الاستماع لنا كطرف مشتكي، وامدادهم مجموعه من الوثائق، مجموعه من كذا، هذا هو الدور ديالنا، والتشكي كذلك. سي سقراط، اخر المستجدات في الميلان؟ ما نقدرش نجاوبك في لي ديتاي، التفاصيل تتبقى ما يمكنش لي نجاوبك. احنا عطينا اشياء جديده اليوم، عطينا اشياء جديده اليوم، ما يمكنش لي نبوح، لان بحكم مسؤوليتي والبحث جاري وكاين سريه البحث وكاين القانون الجنائي واضح، تيأثر كاين القانون تيأثر الجميع. وبالتالي ما يمكنش لي نقول لك انه هاد الناس خاص اغلاق الحدود. ثانيا هاد الناس وجب تفعيل مسطره العقل للممتلكات، لانه كاينه فيها شبهه. جميع الاطراف، وكاينين اطراف اخرين جداد دلينا بهم اليوم، ما كاينينش في الشكايه، لان توصلنا معطيات ومعلومات بالاضافه الى وثائق، وذكرنا اسمائهم من اجل البحث معهم والاستماع اليهم فيما يعني تهموا من اجله. شكرا. جيده والرئيس الوطني للمنظمه المغربيه لحمايه المال العام، اليوم كنا رفقه محمد المراد رئيس المجلس الوطني هنا بالفرقه الوطنيه للشرطه القضائيه من اجل الاستماع الينا كمشتكين في الشكايه ضد جماعه مولاي عبد الله. هذا قهوي ولا قهوي؟ لانه لا يمكن، هناك تقرير ديال الفتشيه العامه الداخليه، هذا التقرير هذا كيتضمن مجموعه من الخروقات. احنا وضعناها للسيد الوكيل العام اللي امر باجراء بحث وفي خصوص هاد الوقائع اللي كاينه في التقرير، والبحث غادي يتم غادي، لانه بعد السبب حنا كطرف مشتكي، بعد غادي نستمعوا للمشتكى بهم الى بعض الوثائق اللي كدير. الغريب في الامر هو انه كما قال السي سقراط، هو انه هناك مبالغ تم صرفها خلال في 2020 كانت كورونا، ومجموعه من الانديه
لان ما عندها حتى دور. واش عدلات الوثائق؟ واش عدلات بالمسائل اللي ديال الصرف؟ واش عدلات بالتقارير؟ كنلقاو واحد الوثيقه لانه وقع فيها رئيس الجماعه والخازن، لان كت يعني مجموعه من يعني مجموعه من 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 المبالغ التي تم صرفها. هذا من جهه. ثانيا دائما لان بعض الاسئله كتكون ما خاصهاش تكون على باش يمكن حنا ما يمكنش حنا ندخلوا في البحث، سريه البحث ما كنعطيوش، حنا كنعطيو في حدود داكشي جا في التقرير كاين بين الفرقه الوطنيه، هي غتبع المسطره ومن بعد كيوقع تقديم وساعة تبقى الاجراءات في هذاك الميل. شكرا لك. اشترك معنا في القناة كي يصلكم كل جديد، وذلك بتفعيل الجرس والضغط على زر اشتراك.